¿Te metes que la siguiente? هي اسمها روبي دي زد. المميزات بتاعتها المسار بتاعتها ما شاء الله جباره. الكسره اللي هي الكسره مستويين مستوى ال 2 سنتي و 2 سنتي ويل، يعني ممكن تقريبا في رينج ال 2 سنتي 21 مللي او كده، يعني لو عندنا السيراميك اللي هو الوطني والبورسلان الوطني اللي هو سماكه 2 سنتي، الكسره دي بسم الله ما شاء الله جباره تقدر تجيبها لنا، لان الجباره الكسره زي ما احنا شايفين هنا مستويين ماشي. يعني احنا كده وضعيه القص، الوضعيه دي وضعيه القص، شايفين التروس دي احنا معانا هنا التروس ترس اول سنه، السنه الثانيه زي ما احنا شايفين، والثالثه تفريغ. يعني كده احنا خدنا ايه؟ وضعيه تكسير البلاط اللي هو سماكه ال 2 سم. كده خدنا وضعيه ايه؟ تكسير اللي هي الايه؟ ال 12 مللي وال 11 وال 9 مللي واي سماكه بقى اللي هي الخفيفه العاديه المتداوله في السوق، تمام؟ نرجع ثاني نفضي كده، كده فضينا خالص الكساره، نرجع لوضعيه القص. طبعا الكساره بتغطي 1500 ما شاء الله جباره جباره. احنا اخطانا طبعا في فهمها في البدايه اول ما جبنا الماكينه ديت، لدرجه ان احنا تواصلنا مع الشركه والوكلاء ويعتبر عملنا شبه مشكله شويه كده. احنا كنا جاهلين في الموضوع ده، كناش فاهمين لسه الكساره وضعها ايه، كنا متخيلين ان هي ما بتقصش. كان تركيبنا برضو للالمازه، الالمازه السكينه ديت برضو لها مميزات برضو خاصه بالبورسلان، حاجات كتير بتساعد انك تقص البورسلان بسهوله، لازم امكانيات، تمام؟ نتمنى ان روبي تعمل صفحه على الصفحه روبي بالعربي. اعتقد ان هي عامله روبي بالعربي ولكن ما بتشرحش بالعربي خالص، وده اللي بيعمل مشاكل معانا في شراء الماكينات الحديثه اللي هي بتنزلها. زي ما احنا جايبين احدث ماكينه نمبر 1 اللي هي تي زد، ما فيش شرح خالص لا على اليوتيوب ولا على الانستجرام ولا على الفيسبوك على الماكينه دي. المفروض يشرحوا لنا كيفيه استخدامها علشان خاطر الناس اللي تشتريها، ما نوقعش في مشاكل ولا نرجع تاني المكاين ولا نفهم مشاكل ولا نحتاج الوكلاء او الموزعين ان هم يشرحوا لنا وضعها كيف. يعني مش محتاجه، مجرد ما نشوف الفيديو خلاص انتهى.